كان حلما بالنسبة لبن قاسمية سيتحقق يوم الخميس القادم في تنافسه على لقب بطل العالم للجنة العالمية للملاكمة WBBB. محمد سيتقابل مع الألماني ماركو هينكن في سهرة في الفن النبيل. فوزه بهذه المنازلة يفتح أمامه الطريق من أجل التنافس في بقية الجمعيات العالمية للملاكمة. لما الاخرين نتاع البطولة العالمية يعني السمانة التالية هذه يعني حضرنا كما ينبغي سوتو في شهر رمضان يعني واحد يحضر بيان على بالك ننطرنا قبل الفطور ومور الفطور يعني انا الحق في رمضان نسب روحي يعني نحب لا بريباراسيون في رمضان باسكو نكون بيان نكون في صحة جيدة المورال المورال تاني يكون ملاح. ان شاء الله رانا نستنى يوم الخميس ان شاء الله في مدينة العلمة راح تكون يعني حفلة كبيرة للجزائريين كل ماشي غير مدينة العلمة يعني كل الجزائريين راح نستناو في البطولة العالمية هذه وان شاء الله نكونوا حاضرين حنايا ومع الجمهور نتاعنا حيكون حاضر بقوة يجوا يشجعوني باش نكون ان شاء الله بطل عالم ونكون ان شاء الله اول بطل عالم في الجزائر ان شاء الله. شهر رمضان بالنسبة لمحمد بن قاسمية شهر الخير والبركات فعامل الصيام كثير ما ساعد الملاكم بن قاسمية محمد على التحضير جيدا لكل المنافسات. فبعد التدريبات يدخل ابن بلدة بن شعبان القريبة من مدينة بوفريك مع مجموعة من أصدقائه لتناول وجبة الفطور. وضعه جعل محمد بن قاسمية محبوب كل الناس. بعد اقتنائه لزلبية بوفريك رافقناه إلى منزل المناجير كنيف أين كان الجو عائليا ورياضيا يسمح لبن قاسمية بالتحضير والتركيز أكثر على منازلة قوية إن فاز بها سيكون أول لقب للجزائر في الاحتراف. مع الإفطار كان لنا حديث مع المناجير السيد قنيف والملاكم محمد بن قاسمية. جانا اليوم جانا القرار النهائي تاع لا WBBB يعني لجنة الملاكمة العالمية وين تقول تكونفيرمي المنازلة تاع البطلة العالمية ما بين محمد بن قاسمية وماركو هينيكن من ألمانيا. يعني كي جاتنا الوثيقة هذيك حنا نقول لك كنت فرحان بزاف باسكو كنا في اطار نقاش معاهم نيغوسياسيون معاهم شكون كذا كذا دونك هذه هي لوتوريزاسيون تاع لا WBBB دونك هنا وهذا يعني القانون تاع المنازله قانون تاع المنازله تاع لا WBBB هذا ثاني قانون تاع المنازله يعني دوكا انا نكونفيرم معاهم انا جو دوا مي ديبلاسي لمارسي يوم السبت ان شاء الله غير غدوه نروح لمارسي يعني بور سيني لو كونترا تاع شامبيون دي موند باسكو اسمه الممثل تاعهم ما حبش يجي للجزائر اون سيمان قبل دونك معليش حنا نروحوا بور نوي اون فا سيني لو كونترا اي اون فا ريفينير. لو هاك لو هاك لو هاك كما نعرفوا كاع الجزائريين يحبوا يلعبوا الكره انا رحت باش نشارك معاهم هنا في وداد بوفريك باش باسكو كانوا يديروا يخيروا لا سيليكسيون يخيروا شكون الجوار اللي مليح اللي يولم البالون انا ما لقيتش بلاصتي جبت كنت صغير كنت نحب ندابز بين حقار وحقار واحد كبير انا صغير نحب ندابز اداها لي فيصل الحمداني هو اليوم راح يعني راه شايع في كرة القدم. وهاك الملاكم حبي على بالك حبي يدابز وكاع ما لقاش معنا فوت بار راح دورها كاراتي دورها بوكس دورها كلش. ونتمناو له ان شاء الله النجاح احنا رانا معه معنويا انا معه معنويا ان شاء الله بربي نتمناو له التوفيق نهار خميس في العلمة ان شاء الله. بطولة عالمية ان شاء الله. Thank you.
جدا بالتوفيق لمحمد بن قسمية في هذه المنازلة. نذكر فقط الجمهور الكبير الكريم أن المنازلة مقررة على الساعة 11:15 بمدينة العلمة، وبرنامج السهرة سيبدأ على الساعة 9 عند الهواة، وأخرى احترافية أبرزها منازلة الجزائري أحمد الدين والفرنسي مجيد زعيم في الوزن الخفيف الثقيل أيضا. ونشير كذلك أن لقب الدبليو بي بي ليس في نفس الأهمية كالألقاب العالمية المعروفة كالدبليو بي أو الدبليو بي سي أو الإي بي إف، الألقاب العالمية الموحدة والمعروفة كذلك عند الجمهور ومتتبعي هواة وهواة الفن النبيل.